هو بص يا اسلام، عشان بس يعني في ناس كانت الحقيقه في فترات كانت في ناس بتهاجم موسيماني، وعلى مش عارف اداء الفرقه ومش عارف على ايه وتعادل او مش عارف ايه الحاجات دي كلها. اعتقد موسيماني عمل حاجه يعني في علم التدريب مثلا الفتره اللي فاتت. هو لعيبه النادي الاهلي كانوا مجهدين جدا 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 بشكل يعني يمكن وصلت لدرجه ان هم حتى كميات الجري قلت وكميات الالتحامات في مثلا واحد ضد واحد او التحامات على الارض او التحامات فوق او كل الحاجات دي نزلت بشكل كبير جدا. عمل حاجه يمكن في ناس هجمته ده كل الناس لما ادى 6 ايام مازال 6 ايام كل الناس هجمته، 6 ايام راحه سلبيه الناس كلها هجمته صح. لكن انت تشوف لعيبه ده اثر ال6 ايام الراحه السلبيه على اداء النادي الاهلي في مباراه الترجي في الاولى، ده انت عامل تفوق يعني بدني صح. بدني كبير جدا جدا. يمكن هو كمان الحقيقه يعني حتى برضو نفس الحكايه، حتى هو لعب الماتش الثاني المباراه الثانيه على الشكل اللي هو شافه في المباراه الاولى. هو نادي الترجي بعد حوالي 35 دقيقه ولا 30 دقيقه هناك كمان بدنيا وقع خالص، بدليل ان النادي الاهلي كان ممكن يكسب هناك سكور كبير. وفي نفس الوقت هو حتى لما جه يبدا هنا المباراه الثانيه يا اسلام لعب بالشكل دوت او لعب بالفكر ده، ان هو حسب او قيم ان هم بيقعوا في الشوط الثاني، فبالتالي هو ادالهم الاستحواذ. دي فكره كانت جيده جدا ان هو يقفل يعني الشوط الاولاني وخد الاستحواذ كل حاجه، وانا شو خد الاستحواذ يا عم انت ولا في مشكله عندي خالص، وانا هبتدي اشتغل من الشوط الثاني. هقول لك حاجه، حتى لو هم كانوا وفقوا ان هم يحرزوا هدف كان هو الحسبه البدنيه او التفكير في التقييم البدني اللي هو كان موجود في المباراه الاولى كان برضك هيخليه يعمل التفوق ده. أيوه. وبالتالي هو نجح ان هو كمان في خلال الشوط اللي هو الحقيقه بيلعب زون ومضيق مساحات والحاجات دي كلها اللي هم كان بيلعبها النادي الاهلي، احرز الهدف اللي هو من ضربه جزاء. أيوه. ويمكن كان في كره تانية او حاجه. الشوط الثاني انت ممكن تكسب الترجي سكور كبير جدا. ايوه يعني كنت ممكن تروح مثلا ل8 7 حاجه ما حصل 6 6 كنت ممكن تروح لسكور يمكن ما حصلش في تاريخ لقاءات اهلي وترجي. فبالتالي يعني في ناس كتيره الحقيقه اللي كانوا بيهاجموا موسيماني الحقيقه، واحنا كنا بنقول الراجل ده بيشتغل ازاي، والراجل ده يعني انت عارف ايه عنده ميزه، ان اي فرقه بيلعبها مهما كانت قوتها قويه ضعيفه الحاجات دي كلها هو بيدرسها بشكل كويس قوي، وبيحط تشكيله بيحط خطه لعبه على الدراسه اللي هو بيعملها، زي محلل الاداء مثلا اللي معاه الحقيقه. محلل الاداء انا بعتبره من هايل الحقيقه. لان بيديله كل حاجه صغيره وكبيره وسرعات وقوه والتحامات وكل حاجه عن الفرقه اللي بيلعبها، وبالتالي هو بيحط خطه اللعب على تحليل الاداء اللي هو بتوجد له. هو الراجل الحقيقه عامل، انا في رايي عامل الفتره اللي فاتت اذا كان من اول ما جه من اول ما التعاقد الحقيقه عمل حاجات. انت النهارده كل البطولات اللي شارك فيها موسيماني الحقيقه حصل عليها. ايوه يعني كل البطولات. يبقى انت النهارده لما تيجي تعمل تقييم للراجل ده انت ما تقدرش تروح حتى 1% ان الراجل ده فيه اي حاجه. بالعكس الراجل ده انا بشيد بيه الحقيقه، وبشيد حتى بالكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في فكرهم في التعاقد مع الراجل دوت الحقيقه. هي البدايه في الاختيار كانت ريسكي جدا ولكن نجحت. طبعا يعني، وبرضك كان فيها هجوم وهجوم كبير جدا طبيعي. وازاي ومش ازاي وحاجات كده، لكن الحقيقه في نجاح لمستر موسيماني في الفتره اللي فاتت الحقيقه، وفي نجاح اكبر كمان في الفكر اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الحقيقه تعاقدوا او فكروا ان هم يتعاقدوا مع الراجل ده، لان هم برضك فكروا فيها، لان هم يعني عملوا تقييم اداء الحقيقه سان داونز الحقيقه في خلال الفتره اللي هو كان ماسك فيها او بيشتغل فيها مع سان داونز. لا اداء هايل هايل طبعا طبعا.